بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة: أختكم في الله ألف عين، فأختنا عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وتسأل فضيلتكم في هذا اللقاء شيخ صالح، وتقول: فضيلة الشيخ، كيف نصلي صلاة الشكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه ليس للشكر صلاة، وإنما شرع الله للشكر سجود الشكر، وهي سجدة مفردة مثل سجود التلاوة عند تجدد نعمة عامة أو خاصة أو اندفاع نقمة. فإنه يستحب أن يسجد للشكر بأن يخر ساجدا لله عز وجل سجود الصلاة، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة. هذا هو سجود الشكر. ولكن المشروع للمسلم أن يشكر الله عز وجل أيضا بغير السجود، يشكر الله بلسانه وبقلبه وبأفعاله، لأن الشكر يشمل هذه الأشياء الثلاث: الشكر باللسان، الشكر بالقلب، والشكر بالأفعال. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكل الطاعات واجبها ومستحبها، قوليها وفعليها، باطلها وظاهرها، كلها شكر لله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: تضايق في بعض الأوقات، فأذهب إلى امرأة كبيرة في السن وهي جارة لنا، وأتحدث عما يضايقني، فتخفف عني وتصبرني بتوفيق الله، فهل في عملي حرج؟ أفيدوني أفادكم الله. لا حرج في هذا العمل. وهذه المرأة التي تذهبين إليها هذه امرأة فيها خير، إذا كانت تطمئنك وتفتح لك باب الأمل بالله عز وجل وحسن الرجاء، هذه امرأة طيبة ومجالستها فيها خير، فاذهبي إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف جيم فا غين من الرياض يقول: ما رأي فضيلتكم في من يذهب إلى بعض الأشخاص الذين عرفوا لدى العامة بأن الله قد أعطاهم القدرة على شفاء من ابتلاهم الله بالأمراض والمصائب في أنفسهم أو أهليهم باستخدام القرآن الكريم والأدعية النبوية الشريفة؟ ما رأيكم أيضا في من يأخذ أجرا على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز الاعتقاد بالأشخاص أنهم يشفون من الأمراض، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما قراءة هؤلاء سبب من الأسباب وهي الرقية الشرعية. فإذا كان هؤلاء الأشخاص يقتصرون على قراءة القرآن على المريض وعلى تعويذه بالأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في الرقية، فهذا عمل طيب، والذهاب إليهم مباح لا بأس به، لكن لا يعتقد أنهم يشفون من الأمراض، وإنما يعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، وإنما هؤلاء يبذلون الأسباب فقط. أما أخذ الأجر على الرقية فلا بأس به، بدليل حديث الصحابة الذين كانوا مسافرين ونزلوا على بعض أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ كبير هؤلاء الأعراب، ثم جاءوا إلى الصحابة يطلبون من يرقي هذا اللدير، فأبوا أن يرقوه إلا بجعل
يعني بمال يدفعونه لهم، فتشارطوا هم وإياهم على قطيع من الغنم، فقرأ أحدهم على الذين سورة الفاتحة فشفاه الله عز وجل وقام كأنما نشط من عقال، لكنهم أبوا أن يتصرفوا في الأغنام التي أخذوها إلا بعد أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه عنها. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أقرهم على ذلك وقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم وأن يطمئن نفوسهم بأن هذا شيء حلال، فلا بأس بأخذ الرقية الأجرة على الرقية الشرعية بدليل هذا الحديث. الحديث وفي نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. نعم. رسالة من إحدى أخواتنا مستمعات تقول لطيفة من زاكية، تقول أكتب لكم هذه الرسالة مضمنة إياها مجموعة من الأسئلة أرجو الإجابة عليها. ذلك أن لدينا امرأة في الخمسين من عمرها توفي عنها زوجها وتقصدت ذكر العمر لتعلموا أنه ليس هناك أي شك في احتمال الحمل أو الإنجاب، وأيضا ليس هناك أدنى تفكير بزواج آخر من رجل آخر. المطلوب يرحمنا ويرحمكم الله هو ما المطلوب من هذه المرأة فيما يخص العدة وما هي العدة؟ متوفى عنها نعم. المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يكن فيها حمل، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما المتوفى عنها وفيها حمل فإن عدتها وضع الحمل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية عامة في المتوفى عنها وفي المطلقة، عدتها وضع الحمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كونها تذكر أن عمرها 50 سنة وأنه ليس لها طمع في الزواج. هل العدة تتعلق بهذه الأمور أم أنها أمر شرع حتى على امرأة كبيرة لو كانت في أكثر من 50؟ العدة من الوفاة واجبة على المتوفى عنها مطلقة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض، المتوفى عنها تجب عليها عدة الوفاة. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في كل متوفى عنها من كبيرة وصغيرة ومتوسطة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر مثير شيخ صالح، ما حكمها إن لم تلتزم بهذه العدة بل تابعت مسيرة الحياة لتربية أولادها؟ العدة هي مرور الأشهر والعشرة الأيام عليها، وإذا لم تلتزم بأحكام العدة وهي الإحداد بما يترتب عليه من أمور، إذا لم تلتزم بأحكام الإحداد فإنها تأثم، لكن عدتها تتم بمضي زمانها سواء قصدتها أو لم تقصدها، إلا أن الواجب على المتوفى عنها أن تحد أيام العدة 4 أشهر و10 أيام أو أيام الحمل إن كانت حاملا، وذلك بأن تجتنب الزينة والطيب وتجتنب الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلا لحاجة لا بد منها وتعود إليه. جزاكم الله خيرا. كونها تذكر متابعة مسيرة الحياة، هل المعتدة شيخ صالح تكون قد قطعت مسيرة الحياة؟ المعتدة تلزم البيت كما ذكرنا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي البيت حتى يبلغ الكتاب واجله، وتزاول أمور الحياة وهي في بيتها. من أعمال البيت من الطبخ والغسل وتربية الأولاد والأكل والشرب، إلا أنها تجتنب الزينة والطيب والتحسين وتجتنب الخروج من البيت إلا لحاجة لا بد منها وتعود إليه. لا، ليس معناها أنها تنقطع عن أعمال الحياة، لكن تنقطع عن الخروج من البيت إلا لضرورة، وإلا فإنها تعمل في البيت أعمال الحياة اللائقة بالمرأة. إذا كانت طبيبة نساء، إذا كانت مدرسة لبنات، إذا كانت في أمور من أعمال المرأة، هل يجوز لها الخروج لها وإن كانت في فترة العدة شيخ صالح؟ هذه المفروض أنها تأخذ إجازة. اللهم صل. أنها تأخذ إجازة إلى أن تكمل العدة في بيتها، لأن خروجها للعمل ليس هو من أمور الضرورة، إلا إذا كانت معيشتها أو معيشة أولادها متوفرة
متوقفة على عملها فلا بأس أن تخرج بقدر الحاجة وبقدر العمل وترجع إلى بيتها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان لها غنى يغنيها عن الخروج فإنها تبقى في البيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خروجها لحديقة منزلها إذا كان لمنزلها حديقة أو لسطح منزلها أو الرد على الهاتف وما أشبه ذلك، ما هو رأيكم في الشيخ صالح؟ كل ذلك لا بأس به، لا بأس أن تخرج إلى حديقة المنزل أو إلى حوش المنزل أو تخرج إلى تصعد إلى السطح أو غير ذلك، لا بأس في داخل البيت أن تتنقل فيه حسب ما يريحها، ولا بأس أن ترد على الهاتف وأن تجيب على السؤال كل ذلك وأن ترد السلام، كل ذلك لا بأس به. جزاكم الله خيرا. أيضا في باب العدة تسأل المستمع لطيفة من زاكية تسأل وتقول إن كانت الأد أيضا في باب العدة تسأل المستمع لطيفة من زاكية فتقول إن كانت العدة كما نفهمها نحن أنها انقطاع عن الناس وخاصة الغرباء، فهل يمكن أن تلتزم بها تلك المرأة الآن بعد مضي أكثر من 10 سنوات عن وفاة زوجها جزاكم الله خيرا، علما بأنها قد حجت منذ 2 سنين؟ قلنا في أول الجواب إن العدة تحصل بمضي زمنها بعد وفاة المتوفى، بعد وفاة الزوج. فإذا مضى على المرأة 4 أشهر و10 أيام من وفاة زوجها انقضت عدتها، لكن إذا كانت لم تلتزم بأحكام العدة فإنها تأثم بذلك، وإلا فعدتها قد انقضت بمضي زمنها، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها حجت وهي لم تعتد تثير هذه القضية صاحبة هذه الرسالة الشيخ صالح؟ إذا كانت حجت بعد مضي 4 أشهر و10 أيام فلا بأس بذلك لأنها خرجت من العدة حكما، خرجت من العدة. بارك الله فيكم جزاكم. أما إن كانت حجت في أثناء العدة فإنها تأثم بذلك وحجها صحيح. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الناس بين تفريط وإفراط في موضوع العدة، فبعض الناس يشدد على المعتدة تشديدا ملفتا للنظر، والبعض الآخر يفرط تفريطا ملفتا للنظر أيضا، لعل لكم كلمة يحفظكم الله. هذا سببه أحد أمرين، إما الجهل بالحكم الشرعي والجهل يزول بتعلمه بسؤال أهل العلم، وإما أن يكون سببه عدم المبالاة وعدم التزام الأحكام الشرعية، وهذا لا يجوز للمسلم. العدة قد بينها الله في كتابه بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، وبقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وبما بينته السنة من وجوب الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة، والإحداد هو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها من الطيب والتحسين وغير ذلك، فتجتنب الزينة بقسمها، الزينة زينة الحلي، والزينة على البدن من أصباغ وتحسينات بدنية وخضاب وغير ذلك، وتتجنب الطيب بأنواعه، فلا تتطيب ولا تستعمل شيئا فيه طيب من الأدهان وغيرها، ولا تلبس ثياب الزينة، وإنما تلبس الثياب التي ليس فيها زينة، ولا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي فيه إلا لحاجة، تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا، فإن لم يكن لها حاجة فإنها تبقى في البيت الليل والنهار. أما ما يلتزمه بعض العوام من أشياء لا أصل لها في الشرع، في أنها لا تصعد إلى السطح، لا تخرج إلى حائش المنزل، لا تكلم بالتلفون، لا تجلس مع الناس، لا تنظر إلى القمر، لا إلى آخره، فهذه لا أصل لها في الشرع، وهي آثار ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين، يقول فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من الناس يصلون صلواتهم في مسجد بداخله قبر، وعندما تتحدث معهم في ذلك وتقول إن هذا لا يجوز يتهمونك بالجنون والتخلف، وحقيقة الأمر أنهم يتوسلون بصاحب هذا القبر بالدعاء وخلافه، هل صلاة
صلاتهم في هذا المسجد صحيحة، أما عن توسلهم بصاحب هذا القبر فمعروف لدى الجميع، لكني أسأل هل تجوز الصلاة معهم أو خلف أحدهم، وهل تحل ذبيحتهم؟ افتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو المسجد المبني على قبر فإنها لا تصح، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو الصلاة إلى القبور، وذلك لأن هذا فيه وسيلة إلى الشرك، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد على القبور والذين يتخذون عليها السرج، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر أمته من أن يفعلوا ذلك لما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يدعو الميت ويستغيث به ويذبح له وينذر له فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا لا تصح منه عبادة لا صلاة ولا غيره حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد، لأنه مشرك. لا فرق بينه من عبد اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لأن الجميع يقصدون بعبادتهم لهذه الأشياء أن تكون شفيعة لهم عند الله وأن تقربهم إلى الله زلفا، كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه. وهؤلاء يحبون حذر أولئك في تقرب إلى الأموات بأنواع العبادة، يطلبون منهم الشفاعة عند الله والوسيلة عند الله إلى غير ذلك من المقاصد الشركية. وهذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، مجاهدة أهله ومقاتلة أهله حتى يقولوا لا إله إلا الله ويلتزموها علما وعملا، ومثل هذا لا يصلى خلفه. إذا كان يدعو الأموات ويتقرب إليهم بأنواع العبادات كما هو معروف عند القبوريين فإنه كافر مشرك لا صلى خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويعمل بعقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن أكل ذبائحهم طالما أنهم يتوسلون بصاحب ذلك القبر. كذلك لا تؤكل ذبائحهم، إذا حكمنا بشركهم خروجهم من الملة فلا تصح الصلاة خلفهم ولا تحل ذبائحهم، لأن ذبيحة الكافر حرام وذبيحة المشرك حرام إلا ما استثناه الله من ذبائح أهل الكتاب فقط. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بالطعام هنا الذبائح. أما من عدا الكتابيين من جميع طوائف الكفر والشرك فإنها لا تحل ذبائحهم للمسلمين لأنها رجس وخبيثة، ومما أهل بها لغير الله أو يكون ذابحها وثنيا لا تحل ذبيحته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن محافظة المار، وباعثها المستمع محمد علي. الأخ محمد يقول إنني شاب في 19 من عمري، وقد هداني الله إلى طاعته ولأداء الصلاة في أوقاتها، ولكنني أحيانا عند قيامي لصلاة الفجر أتأخر عن الحضور إلى المسجد، فلم أصل إلى المسجد إلا وقد قامت الصلاة فأصلي معهم. وسؤالي هل أصلي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، مع العلم أن صلاتي بعد الفجر مع العلم أنني أعلم أن الصلاة بعد الفجر مكروهة، جزاكم الله خيرا. عليك أن تتقدم إلى المسجد بحيث تتمكن من أداء السنة الراتبة قبل الإقامة، وتحصل على أجر انتظار الصلاة في المسجد، ذلك مصالح عظيمة تفوت عليك بالتأخر. أما إذا جئت والصلاة تقام فإنك تصلي الفريضة مع الجماعة، ولا بأس أن تصلي راتبة الفجر بعدها، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن هذه الصلاة فأخبره أنه يصلي راتبة الفجر لأنه لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا جائز. وإن أخرتها إلى ما بعد ارتفاع الشمس فإنه أحسن. أما إن خفت أنك لا تتمكن من صلاتها
وقت الضحى أو تنساها صلها بعد الفجر ولا حرج عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو مصطفى من محافظة الغربية في مصر، يسأل ويقول: إذا كنت قد شرعت في الصلاة وفجأة وصل أخي وسألني عن أشياء وقد كان مشغولا جدا ومستعجل جدا ولا يستطيع الانتظار، هل أقطع الصلاة وأكلمه أم أستمر في صلاتي وهو ينتظر؟ فلا يجوز لك أن تقطع الصلاة، يجب عليك أن تستمر في صلاتك وأخوك ينتظر حتى تؤدي الصلاة أو يذهب ويأتي في وقت آخر. أما أن تقطع الصلاة من أجل ذلك فهذا حرام، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إنما يجوز قطع الصلاة في حالة خطر، كأن تنقذ إنسانا من هلكة، لو تركته واستمرت في الصلاة لهلك، كأن يقع في حريق أو في غرق أو في بئر أو غير ذلك فأنت تنقذه، فهذا لا بأس به أن تقطع الصلاة من أجله، لأن هذه حالة ضرورة لإنقاذ معصوم من هلكة. أما إجابة السائل فهذه غير ضرورية ولها وقت آخر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى: